كل اللي فات نصايب واللي جاي نسبت النصايب. انزل بقى بالجديد يا فريد. كان في اكتر من حد يعني عندنا في العيله يعني اخذوا الشهاده يعني. تمام. فاحنا عاوزين نشتري حاجه. من الاهل. تمام. تعرف حضرتك كده؟ اسم حسين محمد التهامي. تعرف عيلة التهامي؟ اه طبعا. انا بقى الله يديك الصح. انا بقى يعني من يعني عيلته. بص يا استاذ احنا عايزين نبدو مصلحه في الحوار ده. يعني نعم؟ اي حوار بكره. طلع عنا. في اكثر من حد من عائلتنا اخذ الشهاده. كويس. اتخرج. لا خدها اشتريها. تمام؟ فاحنا عايزين نشتروها. شهاده ايه؟ شهاده الثانويه الامريكيه؟ بس. ماشي. مين عندك؟ انا عندي هو بص ما هو في عندنا اثنين. في واحد من خلاص ثانوية عامة وفي واحد ذو صنايع. ماشي. فاحنا بس دلوقتي عايزين نركز في اللي هو ايه؟ اللي مخلص يعني. لا ال هو ده بتاع الثانوية العامة خلاص عرفنا قصته. انما دبلوم الصنايع حتى لو ضربت له شهادة من المدرسة هيروح فين؟ وازاي؟ طيب انت بعد ما تعمل لهم الشهادة هتوديهم فين؟ والله انا مش يعني دي بقى هيكون في عندنا واحد كده هو يعني عارف الحوار اسمه استاذ يعني محمد حسين هو اصلا جابني فاهمني. فلسه هنشوف في حد ممكن يعني ايه ممكن مثلا يقدم لنا في الطيران ده مع الطيران اللي هو ابو مش عارف كام الف دي. طيب انا ممكن ادخلهم لك كليه خاصه في مصر. بس هنا مش في السعوديه. سهل. ممكن ادخلهم لك هندسه، ممكن ادخلهم لك طب، صيدله، اسنان، نظري، تجاره، حقوق. ممكن ادخلهم لك الحاجات دي كلها. حلوه. طب لو انت حابب. هل ممكن طالب صنايعي يدخل طب؟ مين قال كده؟ مين قال كده؟ ممكن ده يحصل؟ لا طب. لا انا عايز اجابه كامله عشان لا طبعا دي ممكن تتحط على اي سؤال. لا 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 طب. لا طبعا ايه؟ نهائي طبعا ما يتقبلش. اللي هو ايه؟ إجابة كاملة، إديني جزء من الشهادة. لو جات لي مش معتمدة من وزارة التربية والتعليم عليها التصديقات مش هاخدها كمكتب تنسيق. لا الشهادات بتيجي عليها معتمدة من الوزارة وتمام عليها الأختام سليمة. غريبة. هي فعلا غريبة بس الأغرب إن ده ممكن يحصل طول ما مفيش رقابة على مدارس بير السلم للتعليم الانترناشونال. بص الجامعات عشان يتقبل الطالب فيها حاجتين بالظبط. ايه هما؟ الشهاده اللي انت جاي بتتكلم عليها دي بتاعت الدبلومه الامريكيه، والحاجه الثانيه امتحان اسمه امتحان السات. امتحان السات ده امتحان بيمتحن على الانترنت. كل الجامعات الخاصه في مصر بتقبل الطالب لازم يكون واخد امتحان السات. سيبكم من كل الحاجات اللي خلت الامريكان يشدوا في شعرهم. لا هنسرب امتحان ولا هندخل حد مكان حد. احنا وصلنا لاقصى درجات الابداع المصري. احنا اللي ضربنا السات ودخلنا بيه طب. ومنين؟ من دبلوم صنايع. اللي جاب سات مضروب. سات مضروب؟ من الاخر. يبقى جاي سات مضروب بيتحط في الملف بتاع الطالب وبيخش في الجامعه. طب ما انت كده بقى يعني هتديني شهاده ازاي والسات ده ما لا ما هي ما اقول لك الشهاده نصين، نص من عندي من مدرستي. ونص اللي هو السات اللي من بره من امريكا. النص بتاع مدرستي هو ده اللي انا بجيبه، ده اللي بيتكلف السنه. ده حاجه. بس ده لوحده ما يدخلكش الجامعه الا لما يتعمل السات. طب يعني احنا نعمل في السات بقى زي كده؟ ما هو السات ده لو عندي انا زي ما قلت لك كان عندي الكليه في جامعه هنا في مصر هدخلهم لك فيها جامعه نظيفه وحلوه وكويسه وشهاده بكالوريوس. طب والسات ده ولا انا بتصرف فيه بقى مع الجامعه. انا بمشي اموري مع الجامعه لان هي ليها فلوس كتير. اسم الجامعه ايه طيب؟ جامعه موجوده في المعادي، جامعه من الجامعات موجوده في المعادي. هل ممكن طالب صنايع يخش كليه طب؟ انا عايزه اجابه كامله. لا يمكن. لا يمكن ان طالب يكون واخد دبلوم صنايع يخش كليه الطب. طبعا ده استحاله من سبع مستحيلات. انا كمان طب تنسيق استحاله. استحاله. مين يقبل بكده؟ مين يقبل بكده؟ استحاله يقبله ابدا. لو جات لي الشهاده شكيت فيها الاستحاله اقبلها. ما انت مش هتشك فيها. طب لا ايش عرفني بقى انا هعمل ايه؟ لو انا ما اعرفش مش عيب خالص ان انا ما اعرفش، لكن ما استمرش في ان انا ما اعرفش، ادور على اللي يعرف، دي مسؤوليتي. يعني ممكن تخش طب او هندسه
طب او هندسه. طب طبعا صيدله او اسنان او طب او هندسه اي كليه ممكن يخشها من كليتك. طب هندسه صيدله اسنان والاستاذ انت هتتصرف فيه. انا اللي بتصرف الورق كله. انا اللي بتصرف. انا بكلمك اقول لك روح ادفع مصاريف الجامعه. طب كم مصاريفها؟ بتعمل حوالي 80 مصاريف الجامعه. مصاريف الجامعه حاجه 30,000 في المية. طب والله تكلفتها رخيصه والله. تكلفه أخير. الموضوع ده كام؟ بتوصل حوالي من 80 ل 100,000 على حسب الوقت اللي هنعمله. يعني كل ما بنتاخر كل ما الجامعه بيبقى الاماكن فيها اتملت كل ما بياخدوا لنا فلوس اكتر عشان ياخدوا. تمام. طب ما تخش. طب على استحاله ازاي؟ ازاي؟ حضرتك بتسالنا احنا ازاي؟ احنا اللي بنسال حياتك ازاي؟ ازاي ده ممكن يحصل؟ وفين الرقابه؟ وزاره التعليم العالي نفسها اكتشفت ان في نص السنه اللي احنا فيها دي 30 شهاده مزوره مقدمه للتنسيق استعدادا ان هم يتقبلوا في الجامعه. والوزاره اكتشفت ده. والوزاره بتقول ان ده رقم كبير. في فعلا حالات غش يعني. مش حالات غش، ده مش غش، انا بيجي لي شهاده بمجرد انا بيجي لي شهاده. في حالات تزوير. في حالة سوء يعني. احنا مش ما اقدرش اقول حالة تزوير انا لان دي الوقت في شهادات تبع جهات التحقيق دلوقتي بتتحقق فيها. كم حالة؟ حوالي دلوقتي 30 حالة. 30 حالة تزوير؟ مش انا ما اقدرش اقول حالة تزوير لان لما اثبت لسه. لكن ايه لان انا ببعتها ايه موضوعه؟ بتحقق في ايه؟ في مساحة الشهادة. مساحة الشهادة. يعني شهادة صحيحة أو مزورة؟ أو مزورة. أنا قصدي 30 شهادة بمشكوك إنها مزورة، مش ده بيشكل ظاهرة؟ طبعًا بيشكل ظاهرة بالنسبة لنا. ده 30 شهادة دول يا فندم في مدة قد إيه؟ ده شهادة في خلال موسم التنسيق اللي عدى السنة اللي فاتت. بس خلال موسم واحد. تخيلوا بقى كم الشهادات المزورة على مدار سنين ولم تكتشف. وأصحابها دخلوا الجامعة وما خفي كان أنيل. مين المسؤول؟ وإزاي نوقف الجرائم دي؟ أو على الأقل نحد منها؟ فعلشان يبقى في حد ليها لازم يبقى في إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم متضامنة مع المجلس الأعلى للجامعات. عشان كده عايز سيادتك تسجلي مع مكتب التنسيق في الأستاذ السيد عطا هناك رئيس قطاع التعليم العام في مكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم. دول برضو شركاء معانا في العمليه ديت يقدروا يحدوا من وجود اي شهادات مش يعني شهادات الطلبه ما واخدينها ما يستحقوهاش. لكن في النهايه المنتج ده اللي يقدر يحدده بتاع الجامعه مش انا. ليه؟ لان هو خلاص بالنسبه للرقابه دي حاجه ما تخصش وزاره التعليم العالي، ده حاجه تخص وزاره التربيه والتعليم. لان احنا كوزاره التعليم العالي او كمكتب التنسيق انا الشهاده بتجيلي لازم تكون طبعا مدرسه معترف بيها تبع معاد وزاره التربيه والتعليم وعليها جميع التصديقات والاختام اللي مكتب التنسيق بيطلبها. الاثنين يقعدوا مع بعض كده قعده صلح، بلاش قعده نديه، لان هما انا اعتقد ان هما بيبقى في ما بينهم نوع من مين الاحسن. ولحد ما المسؤولين في الوزارتين يقتنعوا هي مسؤولية مين ويعرفوا ان ممكن انسان يموت في ايدين دكتور بشهادة مضروبة او تحت عمارة مهندس اشترى شهادة، لولا التقصير الرقابي ما كانش خد شهادته وبختم النسر في اسبوع 10 ايام. احنا ممكن كدنا ناخدوها شهادة دي شهادة الثانوية يعني بتقعدها ممكن اسبوع 10 ايام. تمام. ما بتقعدش اكتر من كده. وهنجيب الفلوس وت ايه حتى هتجيب لي هتقدم لي في الـ بتاعت الطب ده. وهقدم لك وكلمك اقول لك يلا نروح سوا تدفع المصاريف وتاخد الايصال بتاعك ان انت دفعت تمام والدنيا تمام معاك. ولو كذا واحد نظبط السعر. طب ايوه بقى لو ثلاثه هنظبط السعر. مشكله المدارس دي انها بتعرف الفلوس بتيجي منين وبيحاولوا يجيبوها باي طريقه. مش مهم الطالب دون يخش يقتل واحد لو دخل طب او يموت يدفن واحد لو دخل هندسه. مش مهم، المهم الفلوس وبس. مشكله الامريكان دبلومه انه اللي مسيطرين على المدارس في مصر معظمهم 90% بزنس مان. All they need انه to make money. It doesn't matter how. طب الدوله فين بقى؟ الدوله اللي المفترض مرة تانية وثالثة ورابعة
المفترض ان ما عندهاش حاجه غير بني ادمين. مصر ما فيهاش، ما احناش دوله خليجيه عندنا اطنان بترول، وما احناش دعم، وما عندناش يعني جبال ذهب يعني وفضه والماز وياقوت، عندنا ناس بقى، ما عندناش ثروه ثانيه خالص. ما فيش يعني لو في اي تنميه في مصر لن تحدث الا عبر البني ادمين. هي دي كل القصه، ما عندناش في مصر الا احنا البني ادمين، بالرغم من كده بيتم اهدارنا وتدميرنا. دي كانت القصه، نشوفكم الحلقه الجايه.